السلام عليكم، مساء الورد والياسمين، حياكم ربي. بمناسبة رمضان أول يوم، يقولون اليوم الاثنين أو الثلاثاء يكمل، خلينا نشوف كتاب التوفيقات الإلهامية اللي طبع عام 1311، الطبعة الأولى طبعا هذه 1311. خلينا نشوف رمضان عام 1445، 1445 رمضان يوافق يوم الاثنين، يوم الاثنين. طبعا الكتاب إلى تاريخ 1500، إلى تاريخ 1500، هذا 98 وهذا 1500 هجري. شوف متى رمضان بيصير، الخميس 1500. شوف كيف قبل شوي شفنا اللي هو 1445، عطاك رمضان يوم الاثنين، ومتى طبع الكتاب؟ 1311.